بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس. من الضال ما تم له ستة أشهر. ما تم له ستة أشهر. هذا من الضال. ومن المعز ما تم له سنة 12 شهر. ومن البقر ما تم له سنتان 24 شهر. ومن الإبل ما تم له 5 سنين. ما تم له 5 سنين. فإذا كان الإبل دون 5 ما تجزي، إذا كان البقر دون 2 ما تجزي، إذا كانت العنز دون 1 ما تجزي، إذا كانت الشاة دون 6 أشهر إنها لا تجزي. نعم. ولا يجزي إلا الجدع من الضال وهو الذي له 6 أشهر والتنين من غيره. ومن المعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2. لما روى ابن ماجه عن أم هلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجدع من الضال أضحية. وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جاشع من بني سليم طغرت الغنم. نعم. قال له مجاشع من بني سليم طغرت الغنم. نعم. فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الجدع يوفي بما توفي منه الثنية. وأحكام الهدي والأضاحي سواء. قال أبو عبيد الهروي: قال إبراهيم الحربي: إنما يجزي الجدع من الضان في الأضاحي، لأنه ينزو فيلقح، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا. مسألة: وتجزي الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7. الشاة في الهدي تجزي عن 1 تجزي عن 1، والبدنة تجزي عن 7 أشخاص، والبقرة تجزي عن 7 أشخاص. يجوز لسبعة حجاج أن يجتمعوا ويشتروا بعيرا واحدا أو بقرة واحدة، ولا يجوز لهم أن يشتركوا في شاة، لأن الشاة ما تجزي إلا عن شخص، عن شخص واحد. نعم. وتجزي الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7. وروى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان. رواه ابن ماجه. المسنة يعني الثنية، مسنة يعني الثنية. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل له: والبقر؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ يعني إن البقر تسمى بدنا، إن البقر تدخل في مسمى البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هذا يشمل البقر. نعم. وأحكام الهدي والأضاحي سواء. مسألة: ولا تجزي العوراء البين عمرها. هذه العيوب، هذا بيان العيوب المخلة بالهدي والأضاحي، العيوب الأربعة هذه صح بها الدليل. العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح، والهزيلة التي لا تنقي، لا تنقي يعني لا يكون فيها شيء من الدسم. هذه العيوب الأربعة لا تجزئ معها الأضاحي. فالعورة البين عورها التي ذهب بصر إحدى عينيها بالكامل هذه لا تجزي، وكذلك العرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح البين عرجها، حيث إذا مشت مع الصحاح ما تطيق، إنما تمشي مشية مختلفة عن الصحيحات، هذه لا تجزي أيضا لأنها معيبة. كذلك المريضة، المريضة البين مرضها، لأن المرض يؤثر على اللحم
أما إذا كان مرضا يسيرا لا ليس بينا ولا يؤثر على اللحم فلا بأس بذلك. المرض اليسير لا يؤثر، إنما الكلام على المرض البين الواضح الذي يؤثر على اللحم. وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها، هزيلة التي لا مخ فيها ليس فيها شيء من المخ والشحم، هذه لا تجزي أيضا، لأن هذا يؤثر على لحمها ولا يكون مرغوبا فيه. والله طيب لا يقبل إلا طيبة سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والخبيث معناه الردي، معناه الردي من الأموال، هذا هو الخبيث. ليس الخبيث المراد به الحرام، لا، مراد به هنا يطلق الخبيث ويراد به الحرام، لكن يراد به هنا الردي. نعم، الردي من الأموال. نعم. ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي. العجفاء هي الهزيلة، العجفاء هي الهزيلة التي لا تنقي، يعني لا يظهر فيها شيء من النقاء، وهو الدسم في لحمها أو في مرقها. نعم. ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، البين ضلعها. ولا المريضة البين مرضها. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تلقي. مسألة لا تلقي يعني لا يظهر فيها شيء من الدسم، سواء كان هذا بسبب الكبر أو بسبب الهزال، أو بسبب الهزال. نعم. مسألة ولا تجزئ العظبة التي ذهب. هذه العيوب الأربعة، هذه صح بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك عيوب أخرى تكلم فيها أهل العلم، هي محل نظر، هي محل نظر، أنها لم تثبت، لم يثبت بها أدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي آثار أو كلام لأهل العلم، فتجنبها من باب الاحتياط، تجنبها من باب الاحتياط أحسن. نعم. أما هذه الأربعة هذه منصوصة، لا تجزئ معها الأضاحي ولا الهدي. نعم. وأما ما عداها مما يذكر فهذا تجنبه أحوط. نعم. ولا تجزئ العظبة التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. العظبة هي التي قطع أكثر القرن أو أكثر الأذن منها، فإن كان الذي قطع من الأذن أو القرن مقدار النصف فأقل فهذا لا يؤثر، أما إن كان أكثر فإن أكثر من النصف فهذا عندهم يؤثر، لأنه ينقص خلقتها، ينقص خلقتها. نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن. قال: فكاد. فسألت سعيد بن المسيب فقال: نعم، العظم النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي. نعم. مسألة وتجزئ الجماء والبتراء والخصي. الجماء التي لم يخلق لها قرون، أما التي لها قرون كسرت هذه هي العظبة، التي لها قرون وكسرت أو قطعت تسمى عظبة، أما التي لم يخلق لها قرن أصلا هذه تسمى جمة، هذه تجزي أنها لم تعب بشيء. وكذلك البتراء هي التي لا أذانها صغيرة. نعم. وتجزي الجماء والبتراء والخصي. الخصي أحسن، الخصي أحسن، لأن خصاه يوفر فيه اللحم والشحم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والموجوء معناه المخصي، خصي البهائم هذا يحسن لحمها، هذا تكميل لها، خلاف الفحل، فالفحل ينقص شحمه وسمنه. نعم. وما شقت أذنها أو خرقت
أو قطع أقل من نصفها. خرق الأذن أو شق الأذن أو قطع أقل من النصف هذا لا يؤثر. نعم، إنما الذي يؤثر العضبة، العضبة التي قطع أكثر من النصف من أذنها أو قرنها. نعم. والأكثر المقطوع الذنب، لأن ذلك ليس بمقصود. الآن صار قطع الذنب صار مقصودا، الغنم اللي يتورد الآن بعضها مقطوع الذنب، يقولون إن هذا أحسن لأجل يصير سمنه في جسمه، يصير الشحم يختلط في اللحم وفي الجسم، يقولون هذا أحسن الآن، فعلى هذا لا بأس بالأضحية من هذا النوع إن شاء الله. نعم. والأكثر المقطوع الذنب، لأن ذلك ليس بمقصود. نعم. والجماع الذي لم يخلق لها قرن فتجزئ، لأن القرن غير مقصود. نعم. ويجزئ القصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. والأكثر المقطوع الذنب، لأن ذلك ليس بمقصود. يعني يجزي، هذا عده مع المجزي الآن، أعد الكلام من أول. وتجزي الجماع. نعم، وتجزي يعني معناه أن البتراء التي قطعت ذنبها يجزي، فعلى هذا ما يفعل الآن من اللحوم من الأغنام الموردة من الخارج وهي مقطوعة الأذناب تجزي، لأن هذا الاستحسان مثل الخصاء. نعم. تجزي الجماع والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. نعم. والأبتر المقطوع الذنب. نعم. لأن ذلك ليس بمقصود. لأن الذنب ليس بمقصود. نعم. والجماع التي لم يخلق لها قرن فتجزئ، لأن القرن غير مقصود. ويجزئ الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين. موجوئين، والموجوء معناه المخصي. نعم. والموجوء قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني أنه يكسر شهوته. نعم. والموجوء الذي رفعت خصيتاه أو قطعتاه. نعم. ولا فرق بينهما، لأن المرفوع كالمقطوع، ولأن ذلك العضو غير مستطاب، وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة اللحم وطيبه، لا يعلم فيه خلافا. يعني الخصاء يؤثر في طيب اللحم، يجعله طيب ويؤثر في السمن، فيكون إذن أفضل من غير الخصي. نعم. ولأن الخصية غير مقصودة، الخصية غير مقصودة في الذبيحة. نعم. ها؟ إذا كانت مرض هذا يدخل في المريضة البين مرضه، إذا كانت هذه الخرجان على ما تقول أو الطلوع هذه أو هذه تؤثر على صحتها فهذا يعتبر لا يجي، لأنه من المريض البين مرضه، أما إذا كانت لا تؤثر فلا بأس بذلك. نعم. مسألة، وتجزئ ما شقت أذنها بالكي أو خرقت. أظنهم الآن يمنعون ذبح اللي فيه هذه الخراجات، يعني يقول هذه سرطانات، يعني البياطرة الآن يمنعون ذبح هذا في المجازر، يقولون لأن هذا يؤثر على اللحم، أنه نوع من السرطان، فعلى هذا لا تجزي اللي فيها خراجات. نعم. أو يزال الجزء وقت الذبح، كان الطلوع والخرج يزال. لكن ما يؤثر على اللحم؟ لا، هذا يسأل فيه الأطباء، إذا كان يؤثر على اللحم فهي ما تجزي. نعم. مسألة، وتجزئ ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه، لا نعلم فيه خلافا. لأنه قل من الغنم من يسلم إذنه كاملة أو قرنه كامل، قل كثير منها تصير مشقوقة ولا مخروقة ولا فيها كي، كذلك الإبل ما تسلم من الكي، فيعني اعتبار السلامة من هذا يصعب، فلذلك تسومح فيه، تسامح في الكي وتسامح في الخرق والشق. نعم. مسألة، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة أن يدها اليسرى. السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها، يعني ذكوها، اذكروا اسم الله عليها يعني ذكوها صوافة،
صوافة بمعنى قائمة معقولة يدها اليسرى، وفي قراءة اذكر اسم الله عليها صوافنا. والصافن من الخيل هو الذي يقف ويرفع الحافر، إذا نظرت إلى الفرس وإذا وقفت ترفع أحد حوافرها، هذا الصافن من الخيل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني الخيل سميت صافنة لأنها ترفع إحدى حوافرها إذا وقفت. فقراءة تذكر اسم الله عليها صوافنة يعني معقولة يدها اليسرى، والقراءة المشهورة صوافة والمعنى كذلك يعني معقولة يدها اليسرى. والحكمة في ذلك أن هذا أسهل عليها في الذكاة، من أجل يخرج الدم بسهولة إذا كانت قائمة، فذبحها قائمة أسهل عليها من ذبحها وهي باركة. أما البقر والغنم فإنها تذكى في حلوقها على وهي مضجعة على جنبها الأيسر، مضجعة على جنبها الأيسر لأن هذا أيسر للذابح، أيسر للذابح. فالغنم والبقر تذبح في حلوقها، وأما الإبل فإنها تنحر في لبتها يعني في أسفل العنق، تنحر في الوهدة التي اللبة، واللبة هي الوهدة التي بين أسفل العنق والصدر، هذا المكان هو محل ذبح الإبل لأنه مجمع العروق، إذا ذكيت فيه خرج الدم المتدفق. وإن ذبحت ذبحا كره ذلك، إن ذبحت الإبل ذبحا مع حلقها أجزأ لكنه يكره. نعم نعم. عقل الإبل اليسرى ليس في ذلك ميزة؟ نعم ليس في تمييز اليسرى أو عقل اليسرى ميزة؟ فيه ميزة من أجل أن تقوم على الثلاث، من أجل أن تقوم على الثلاث. لماذا لا تعقل اليمنى؟ ما تقوم على اليسرى، قيامة على اليسرى ضعيف خلاف اليمنى فإنها تعتمد عليها. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نحر الإبل يعني هذه سنة، نحر وقائمة ومعقولة يدها اليسرى، ثلاث سنن فيها، قائمة خلاف الباركة، نحر بخلاف الذبح، الأفضل في الإبل النحر دون الذبح. معقولة يدها اليسرى لأنها لو لم تعقل يدها اليسرى لهجمت على الناس، عقل يدها اليسرى من أجل يمنع هجومها على الذابح أو على الناس. نعم. لقوله سبحانه وتعالى فاذكر اسم الله عليها صواف. نعم. لقوله سبحانه وتعالى فاذكر اسم الله عليها صواف. وقال زيد بن جبير رأيت ابن عمر رضي الله رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ابن عمر أنكر على هذا الرجل الذي ينحر البعير وهو بارك، قال هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف قوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف. نعم. ولأن هذا أسهل في ذبح البعير. نعم. مسألة وذبح البقر والغنم يعني ذبح البقر، السنة ذبح البقر والغنم يعني في حلوقها، البقر والغنم لا تنحر وإنما تذبح. نعم. النحر خاص بالإبل. نعم. الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة. أي. نعم. أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. ذبح. فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. فقال أنس رضي الله عنه ذبح. ده الشاهد في قوله ذبح دل على أن البقر تذبح ولا تنحر. نعم. وقال أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده. هذا أيضا دليل على ذبح الغنم أنها تذبح ذبحا، بمعنى أنها تذبح في حلوقها. نعم.
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الشاهد قوله ذبحهما بيده. نعم. اتفق عليه. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر منها. هذا دليل النحر مع قوله تعالى وصلي لربك وانحر. قوله تعالى اذكر اسم الله عليها صواف يعني قائم. نعم. مسألة: فيستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. التسمية واجبة، التسمية عند الذبح واجبة. قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. التسمية على الذبيحة واجبة، أما الله أكبر هذه مستحبة، هذه مستحبة. نعم. يستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. ولقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، اذكروا اسم الله هذا معناها التسمية، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا يعني عند الذبح، يذكر اسم الله عند الذبح بأن يقولوا بسم الله. فبسم الله هذه واجبة على الذبيحة وحتى على الصيد أيضا، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أما كلمة الله أكبر فهذه سنة، إن جاء بها فهو أفضل وإن تركها فلا شيء عليه. هذا الذكر الذي يقال عند الذبح. نعم. بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. ويستحب أن يقول في الذبيح في الأضحية أو الهدي اللهم هذا منك ولك تقبله مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم. نعم. لما روى أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر. متفق عليه. وروى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند أضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. عن محمد وأمته هذا يدل على أن التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن من نوى هذه الأضحية عنه، بيّن من نوى هذه الأضحية عنه فقال عن محمد وعما عن من لم يضحي من أمة محمد، فهذا دليل على أن التلفظ بالنية في هذا الموطن لا بأس به. كذلك في الحج عند الإحرام بالحج أن يقول اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم حجا، يصرح باسم النسك الذي نواه، هذا لا بأس به، هذا فيه جواز التلفظ بالنية في هذا الموطن. ففي موطن النسك وموطن الذبح الأضحية يتلفظ بالنية، أما لورود الدليل بذلك، أما ما عدا ذلك فلا يجوز التلفظ بالنية عند الصلاة أو الوضوء أو الطواف أو غير ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله عمن لم يضحي من أمة محمد فيه دليل على جواز الأضحية عن الأموات، أنه يضحى عن الأموات، لأن قوله من لم يضحي من أمة محمد يشمل الأحياء والأموات، فيه دليل على جواز الأضحية عن الميت الذي استشكله بعض المعاصرين الآن، فهو جائز لأنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيه أجر وفيه ثواب. ولقوله عمن لم يضحي من أمة محمد هذا يشمل الأموات. نعم. مسألة: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة. الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتابي، الزكاة تجوز من المسلم ومن الكتابي، لأن الكتابي صاحب دين وصاحب ملة سماوية. قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم حلال لنا لأنهم أهل الكتاب،
أهل دين سماوي، وفي أصل دينهم منع الذبح لغير الله، وهم يعرفون ذلك، خلاف الوثنيين فإنهم ليس لهم دين وليس لهم كتاب وليس عندهم توحيد، فلا تحل ذبائح الوثنيين. لكن الأضحية يستحب أن لا يذبحها إلا مسلم لأنها عبادة، لكن لو ذبحها كتابي، لو وكل كتابي وذبحها جاز هذا، لو وكل كتابيا وذبحها جاز هذا، لأن الكتابي تجوز زكاته، ولكن الأفضل أن يتولاها مسلم لأنها عبادة. نعم. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة. لا يستحب، أما الجواز ما جاي. نعم. وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، لحديث أنس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة وأضحيته، وذبح الهدي يده، فإذا باشرها هو بنفسه فهذا أفضل، وإن وكل عليها جاز. نعم. مسألة، وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. وقت الذبح يبدأ من يوم العيد، وقت ذبح الأضحية والهدي يبدأ من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد يوم النحر، هذا أوله، وآخره غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. إذن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيجوز الذبح في هذه المدة. أما الذبح قبل يوم العيد أو قبل صلاة العيد لا يجزي، إذا ذبح الهدي قبل صلاة، يعني قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد، قبل طلوع الشمس ومقدار صلاة العيد، إذا ذبحه مبكرا أو ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تجزي، لأنها عبادة فعلها قبل وقتها، والعبادة إذا فعلت قبل وقتها لا تجزي، كما لو صلى قبل دخول الوقت إن صلاته لا تجزي، كما لو رمى الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق إن ذلك لا يجزي لأنه قبل وقته. فالعبادات المؤقتة بوقت لا يجوز إخراجها عن وقتها، لا قبله ولا بعده. نعم. وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. قدرها بالنسبة للحجاج، لأن الحجاج ما عندهم صلاة عيد، فقدر صلاة العيد، يبدأ الذبح من قدر صلاة العيد. نعم. أما إذا كان في بلد صلى فيه العيد فإنه يذبح بعد صلاة العيد. نعم. لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. متفق عليه. يعد مكانها أخرى، هذا دليل على أنها لا تجزي إذا ذبحها قبل صلاة العيد. نعم. هذا حق أهل المصر، فأما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة. أما غير أهل المصر، يعني غير أهل البلد كالحجاج والبوادي الذين في البر وليس عندهم صلاة عيد، فبقدر صلاة العيد والخطبة، يعني إذا ارتفعت الشمس. نعم. أما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها، وقدرها يعرف، قدرها يعرف. نعم. وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق. هذا المذهب، ولكن الصحيح أنه آخر الأيام الثلاثة من أيام التشريق، هذا هو الصحيح، لأنها كلها يرمى فيها الجمار فيجوز ذبح الهدي فيها. نعم. نعم. وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. متفق عليه. وهذا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، يوم العيد ويومان بعده، ولكن الصحيح أنها أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم. فوجه الحجة أنه منع من الزيادة على ثلاث،
ولا ينبغي أن ينهى عن الادخار في زمن التضحية. فلو جازت التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن إمساك اللحم في يوم يحل إمساك اللحم وأكله فيه. مسألة: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية أو هذه لله ونحوه من القول. يعني تجب تتعين، يعني تجب إذا شراها أو كانت عنده في ملكه وقال هذه أضحية، هذه الشاة أضحية أو هذه هدي، فإنها تتعين، يجب عليه ذبحها، يجب عليه ذبحها لأنه عينها، صارت مثل الوقف. لو قال هذا الثوب أو هذا البيت أو هذه السيارة وقف، فإنها تخرج من ملكه وتتعين، ولا يجوز له أن يتصرف فيها. وكذلك إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي صار مثل الوقف، خرج من ملكه ووجب عليه تنفيذه، فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك. نعم. طبعاً الجواب على هذا الحديث نهى أن يدخل من الأضحى وقتله، ليس فيه النهي عن الذبح، وإنما فيه النهي عن ادخار اللحوم. ادخار اللحوم لا يلزم من منع الذبح. نعم. تتعين الأضحية بقوله هذه أضحية أو هذه لله ونحوه. وهذا في أول الأمر، يعني النهي عن ادخار اللحوم هذا في أول الأمر لما كان بالناس فقر وحاجة، لما توسعت الأحوال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي، فيجوز أن الإنسان يدخر لحوم الأضاحي يخليها بالثلاجة ولو مكثت أشهر يأكل منها أو يجففها ويأكل منها. هذا نسخ النهي، نسخ النهي للادخار نسخ. نعم. تتعين الأضحية بقوله هذه أضحية أو هذه لله ونحوه من القول، ولا يحصل ذلك في الشراء مع النية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المقارنة بالشراء كالوقت والعد. أما لو نواها، لو شرى شاة ونواها أضحية، أو شرى أو كانت في ملكه ونواها أضحية مجرد نية ولم يتلفظ، فإن النية لا تلزم، يجوز له أن يعدل عنها، يجوز له يستبدلها بغيرها، مجرد النية لا يلزم، إنما التلفظ إذا قال هذه أضحية أو هذا هدي إذا تلفظ فإنه يلزم ذلك. مثل الوقف، لو نوى أن هذا البيت وقف ولم يتلفظ فإنه لا يصير وقفا حتى يتلفظ ويقول هذا وقف لله عز وجل، يصير بذلك وقف. يكفي.